حضراتكم النهارده الاشتباكات اللي تمت امام وزاره الدفاع، محاولات من الاخوان لفتح بؤر جديده للمواجهات مع قوات الامن، فذهبوا الى وزاره الدفاع، اكثر المناطق حساسيه بالطبع لانها منطقه عسكريه سياديه، في تحذيرات طول الوقت للاقتراب من مناطق من هذا النوع. هم حاولوا النهارده على ما يبدو جس النبض، لكن رد الفعل كان حاسم وصارم من قبل قوات الامن اللي نجحت في انهاء هذه المواجهات وهذه الاشتباكات سريعا قبل أن تتسع دائرة المواجهات، وده بالطبع اللي كان بيسعى إليه فصيل الإخوان المسلمين. نشوف اشتباكات وزارة الدفاع. النهارده تحركت زي ما حضراتكم شفتوا المشاهد جموع من طلاب كليات جامعات عين شمس لمحاوله الاحتكاك مع الامن واشعال معركه امام وزاره الدفاع، لكن تمكنت قوات الامن زي ما حضراتكم شفتوا دون الدخول في مواجهات صعبه تستدعي في بعض الاحيان استخدام اليات اقصى، لكن الحمد لله كانت الامور تحت السيطره. هنعرف التفاصيل من زميلنا الاستاذ محمود راغب الموجود الان امام مقر وزاره الدفاع. مساء الخير يا فندم. ايه الاخبار؟ ايه اللي حصل النهارده؟ كانت مفاجاه للناس ان يتوجه الاخوان او طلاب الاخوان الى وزاره الدفاع، ايه اللي حصل؟ كنت عاوز اقول لحضرتك النهارده الفعاليه كانت من وزاره طلاب الاخوان، بدات بدخول الطلاب للحرم الرئيسي لجامعه عين شمس عبر البوابات الرئيسيه للجامعه. صفت ارجاء حرم الجامعه لجامعه عين شمس واستقرت لدقائق امام مبنى اداره الجامعه بقصر الزعفران. بعد كده اعلن الطلاب خروجهم الى خارج التظاهر خارج الحرم الجامعه بشارع خليفه المامون. بالفعل خرج الطلاب في مسيره للتظاهر امام محيط جامعه عين شمس بشارع خليفه المامون، وقاموا بقطع الطريق شارع خليفه باستخدام مجموعه من المتاريس الحديديه استخدموها خلال قطعهم للطريق الذي استغرق ما يقرب من ثلث ساعه. بعد كده اكثر من ثلث ساعه بعد كده عمل الطلاب تقدمهم لمحيط وزاره الدفاع، وبالفعل اتحركوا في مسيره متجهين الى محيط وزاره الدفاع، لان قوات الشرطه العسكريه كانت مكثفه من تواجدها في محيط شارع خليفه المامون من ناحيه مستشفى عين شمس التخصصي والمدينه الجامعيه للطلبه بنين، وقامت باغلاق الشارع بالاسلاك الشائكه منعا لتقدم الطلاب. بدات وصلت تعزيزات من قوات الداخليه بوصول طي الامن المركزي ومدرعه للشرطه وسيارة. المشهد ده يا محمود كان فيه ناس غير الطلاب؟ يعني كان فيه فصيل من جماعه الاخوان المسلمين ولا كل اللي حضرتك شفتهم النهارده كانوا طلاب؟ لا، كل اللي كانوا موجودين النهارده في الفعاليه هم طلاب. هم بداوا زي ما قلت لحضرتك، بداوا من مظاهرتهم داخل الحرم الرئيسي للجامعه، وبعد كده اعلنوا تقدمهم الى محيط وزاره الدفاع. بدات محاولة. طب اتقال ان قوات الامن قالت ان هي القت القبض على عدد من مثيري الشغب اللي كانوا موجودين، في اعداد معينه تم القبض عليها؟ لا، لم يتم. انا لم اشاهد حسب بالفعل القاء القبض على احد من طلاب الاخوان. كان بالفعل الشارع مغلق تماما بالاسلاك الشائكه، قوات الامن كانت في جانب والطلاب كانوا في جانب اخر. بدات محاوله قوات الامن تفرقه تظاهرات الطلاب الاول باستخدام خراطيم المياه باستخدام سياره الاطفاء اللي كانت متواجده في محيط شارع خليفه المامون. رد عليهم الطلاب باستخدام بالتراشق الحجاره. بدأت قوات الأمن تكثف من إطلاق قنابل غاز الدموع لحاول تفرقة الطلاب، إلا أن الاشتباكات استمرت لما يقرب من أكثر من نصف ساعة
في محادثه شد وجذب وقارن بين الطلاب. بس في حاجه غريبه محمود حصلت النهارده، ان رغم ان الاشتباكات دي حصلت لكن تم الانتهاء منها او السيطره عليها سريعا. هل طلاب جامعه عين شمس خدوا قرار بعد تواجد الامن بالشكل المكثف اللي حضرتك قلته انهم ينسحبوا سريعا؟ بعد تكتيش الامن للقطه قنابل غزل الدموع وحالات شد وجذب بين الطلاب وقوات الامن، قرر الطلاب انهم تراجعوا وعودوا من فرقه مره اخرى للحرم الرئيسي للجامعه وطفي كليات الجامعه مره اخرى المره الثانيه، وتبتعد التقرر ده مبنى ضغط الجامعه، واعلنوا هناك انهاء الفعاليه اليوم. بشكرك زميلنا الاستاذ محمود. ان خلال اطلاق قوات الداخليه لقنابل غاز المسيل بعد قنابل القوات اللي كانت بعد قنابل الغاز المسيل للدموع كانت بتصل مداها لمحيط مستشفى عين شمس داخل المستشفى، وبعض الاخر كان الطلاب بيستخدموه وبيكونوا بيلقوا مره اخرى على قوات الامن، مستخدمين استخدام الشماريخ في ذلك بيطلق على قوات الامن خلال الشبكات اللي ظهرت.